رمضان كريم. طبعاً وصفاتي معروفة بالسكر والعسل، والنهاردة هعمل لكم سمان بالسكر والعسل. تعالوا نشوف نعمله إزاي. أول حاجة هنحضر الصوص اللي هيتكرمل فيه السمان. في طاسة على النار هنحط شوية زيت، قشر البرتقال والسكر، ونقلبهم كويس. هيدوب معانا السكر، هننزل بالسمان بتاعنا. بعد كده رشة القرفة ورشة الملح ورشة الفلفل الأسود. هننزل بالبرتقال وعليهم الزبيب، واخيرا شرايح اللوز. في صينيه فرن هحط السمان وعليه الصوص. السمان في اخر مرحله، ما اقولكوش على الريحه، هيخش الفرن على درجه حراره 180 مده ساعه الا ربع. السمان خلص، ودي كانت نهايته. الحاجات الحلوه دي ما بتتعملش غير في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.